طيب يا جماعة، خلينا نعمل تجربة مع بعض ب5000 جنيه. لو حضرتك عامل ايداع ب5000 جنيه وداخل وان اكس بيت تلعب كراش الطيارة، طبعا عارفين انها ام اللعبة كله، ام الموقع كله، هي لعبة كراش. لكن قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ب5000 جنيه، لا تنسى يا صديقي تسجيل بالبرموكود بتاعنا وهو خازو. تمام يا رجالة، خازو 1 2 3. تمام، اشرح لك الخازوق 1 2 3. خازوق 1 2 3، الخازوق رقم واحد هو انك داخل تجرب فلبست اول خازوق. بالنسبه للخازوق رقم 2، ده طبعا حضرتك داخل تعوض بعد خسارتك في الخازوق الاولاني. تمام، داخل تعوض بالخازوق رقم 2. رقم 3 بقى، لا مؤاخذه بالكلمه، ده الخازوق الكبير اللي هتاخده بعد ما تعوض فلوسك ده في المشمش طبعا. تمام، بالنسبه لرقم 4 طبعا مش عايز اقول لك الخازوق ده ايه عشان عيب. مفيش مشكله يا رجاله، تعالوا بقى نخش لعبه كراش مع بعضينا ب5000 جنيه، ونلعب على طريقه حلوه. حضرتك عايز ترجع فلوسك، خسرت كتير، عايز تعوض فلوسك، مش عارف تعوض، مش عارف بدنجان. طب امتى الوقت اللي انا العب فيه؟ اي يوم بالتحديد؟ هنعرفه كله النهارده مع الفيديو الجميل بتاعنا بتاع النهارده يا رجاله. بس هنستنى من حضرتك حته لايك صغير بس، وتقول لي رايك بعد ما نشوف الفيديو كله. هنستنى الطياره دلوقتي يا جماعه تطلع فوق. لا، هنلعب على الرهان، خلينا في الرهان عادي. تمام، لا خلص كده يا ست الكل، ما فيش مشكله. هنبدا ب 100 جنيه يا رجاله، ب 100 جنيه فتحة باب ب 100 جنيه. المفروض ان هي تخصم من 5000 جنيه اللي فوق 100 جنيه، ما خصمتش الحمد لله وخسرنا ال 100 جنيه. طيب ما فيش مشكله، زي ما هي ال 100 جنيه تقريبا، مش عايزين يخصموا مننا فلوس ولا ايه؟ بس لا، خصموهم دبل، مفيش مشكلة. أول خازوق لبسناه يا جماعة. طب هنستنى نشوف الطيارة تعمل معانا ايه يا رجالة، مش هنطمع يا رجالة، مفيش مشكلة. تاني 100 جنيه خسرناها، طيب هنضعف نخليهم 200. هنلعب على استراتيجية الكبس والعض، كبس وعض، هتعرفهم دلوقتي مع بعضنا في الفيديو يا رجالة. لازم تعرف الخازوق جالك منين الاول علشان تعرف تكسب خوازيق تانية كتير في وان اكس بت بالذات. تمام، حلو جدا، حلو جدا جدا. طب هي الفلوس ما وصلتش فوق ليه بس؟ تقريبا هتسمع دلوقتي، حاضر، عشان هي وان اكس بت بتهزر معانا. نخش ب 100 جنيه كمان كده، احنا ما كسبناش حاجه. لازم تعرف السر في ان احنا بنلعب في الوقت ده بالذات. حلو جدا، خسرنا ال 100 جنيه، نخش ب 200. لعب على هذا، هو كل الدنيا زي الفل، ونطمن تحت الاول نشوف الدنيا فيها ايه. حلو حلو، الجماعه طبعا الغلابه مش باينين هنا، لكن مفيش مشكله. هقول لك الدنيا فيها ايه دلوقتي. حلو جدا، حلو جدا، هطمع هطمع عادي، مفيش مشكله. انا لو طمعت هكمل، بس كفايه كده، كفايه كده، لان عارف اللي فيها، مفيش مشكله. طب هنرجع ل 100 جنيه تاني، وهتعرف الدنيا فيها ايه دلوقتي. حاجات مهمة لازم تعرفها عشان حضرتك لما تخسر تبقى عارف نفسك بتخسر ازاي. حلو جدا، حلو 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 حلو، مفيش مشكلة، على البركة. هنخش ب 200 جنيه، يلا عايزك كده تروق بالك وانت بتلعب، وانت بتخسر لازم تبقى اعصابك هاديه علشان ما تجيلكش الجلطه ولا حاجه. حلو جدا، يلا 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 يلا، تمام، حلو قوي كده. ايه رايك في الطمع ده؟ ايه رايك في الطمع ده؟ صح كده؟ طيب مفيش اي مشكله، زي ما انت برضه هناخد الجيم الجاي، وبعدين هنشوف الدنيا فيها ايه بالظبط، واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي الطياره رفعت على 9، على حسب الكلام ما بيقول انها هترفع المره الجايه على 5 او تضرب في الاول، حسب مفتي البروموكود، حسب الناس الدكاتره اللي معاهم سياسه واقتصاد في اللعبه دي، هم اللي بيقولوا كده. طب مفيش مشكله، طمع 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 طمع، حلو جدا، حلو الطمع، حلو جدا الطمع. تمام، مفيش اي مشكله يا جماعه، نطمن برضو الدنيا ماشيه سليمه زي الفل، الدنيا ماشيه سليمه زي الفل. تمام يا اخويا، هنلعب برضو ب 100 جنيه، مش هنطمع، مش هنطمع.
ركز عشان تروح تقلد يا صاحبي بالظبط وتعرف تخسر ازاي. مش هقول لك تكسب، تعرف تخسر ازاي. طيب مفيش مشكلة، تقريبا كلهم اللي بيلعبوا تحت بوتات وحسابات ديمو، فطبعا احنا لازم نكسب، طبعا احنا لازم نكسب، لازم الطيارة. لاحظ ان الطيارة رفعت 3 مرات ورا بعض، 3 مرات ورا بعض رفعت الطيارة. حضرتك افهمك نقطة بس مهمة، افهمك نقطة مهمة. حضرتك بتقعد قدام اللعبة مستني الطيارة ترفع، مستني الطيارة تعلى، وبعدين تدخل انت. اه انت كده دخلت، استنيت الطيارة رفعت 3 مرات، انت دخلت في الوقت ده، راحت ضربة الطيارة. انا ما دخلتش عشان انا عارف ان انت بتشاهد الطيارة في اللحظة دي، تمام، وهتدخل بفلوس حقيقية، هتدخل. طبعا انت حضرتك دلوقتي دخلت تاني، الطيارة هتعشمك، ممكن تعلى شوية او ممكن تضرب على قول 3 3.5 تقريبا. حلو جدا، زي ما حسبتها بالظبط، تمام. هي دلوقتي بتطمعك على اساس انها هتعلى لفوق عشان حضرتك تخش معاها. احنا طيب ندخل الجيم ده وبعدين نكمل كلامنا ونشوف الدنيا ترسى عليه. حلو جدا، حلو جدا. شفت لما انت دخلت انت كنت مستني الطياره، انت كنت مستنيها تعلى زي ما بتسمع في الفيديوهات بتاع الناس التانيين، الناس اللي بتقول اسجل بالبرموكود، انت كنت مستني الطياره تعلى فوق، مستنيها تعلى. عشان كده اول ما قليل انت دخلت بفلوس حقيقيه فرقعت قريب. لازم تفهم حاجه يا صديقي، بص بص، انت لسه مصمم تلعب برضه، انت لسه حضرتك ممكن تسيبنا ناكل عيش، ممكن تسيبنا نسجل وناكل عيش، ممكن حضرتك ما تخش بفلوس حقيقيه. احنا لما بنلعب احنا وحضرتك مش داخل بتبقى حساباتنا كلها، بص اللي حاطين قروش دول بوتات يا صاحبي، دول بوتات. لو انت اول مره تشوفنا هقول لك دول بوتات، انت داخل بفلوس معانا حضرتك، انت داخل بفلوس حقيقيه دلوقتي، وده السبب اللي مخلي الطياره بتنفجر على طول. لازم الطياره تعمل ربح للشركه، لازم الطياره تعمل ربح للشركه. حضرتك بتعمل لي استراتيجيه وبتصدق الناس التانيين وتعمل لي فيها مفتي، عامل لي فيها مفتي جمهوريه. حضرتك بتستنى الطياره تعلى وبعدين تدخل، وبتقول لا خلاص هي كده عليت فوق، انا هدخل الجيم الجاي. اول ما تدخل انت الجيم الجاي تروح واخداك زيو على طول مخسراك، تقول لا خلاص المره الجايه هتعلى كمان، تروح داخل برضه تروح واخداك ايه زو تاني مره، تروح مخسراك. لا حضرتك تقول لا انا مش هلعب الجيم الجاي ده، هستنى. فبتروح الطياره عاليه بقى في الجيم اللي انت ما تعلقش فيه تعلى، الجيم اللي حضرتك ما تخش فيه الطياره تعلى فوق زي ما انت شايف كده. خسرتك اللي معاك دلوقتي وانت قاعد مستنيها تعلى، تقول يا ريتني كنت دخلت الجيم ده، يا لهوي يا ده انا عايز اضرب نفسي 30 جزمه، يا ريتني كنت دخلت الجيم ده، وانت مش عارف السر في ايه والمشكله في ايه، وحضرتك بتلعب كده وخلاص بتخسر فلوسك. يا صديقي العزيز افهم حاجه، لله انا بفهمك حاجه، وما تصدقش الناس التانيين. الناس التانيين مصلحتهم ان انت تسجل بالريموكود فقط، اللي قدامك ده حساب ديمو، تمام، حساب شركات تجريب. حضرتك لما تدخل دلوقتي انت بفلوس حقيقيه الطياره هتضرب، الطياره هتضرب. انما انت لما تبقى مش موجود واحنا بنلعب لازم الطياره تعلى ونكسب، ونسجل لك فيديوهات ونقول لك خش العب بص بنكسب ازاي، خش قلدنا وتعمل زينا، وانت حضرتك تخش تقلدنا تخسر. ليه يا صاحبي؟ ام الشركه اللي شايفها قدامك دي وانا كسبت، هي اسبه شركه طبعا، مش شغاله لحساب حضرتك، يعني مش مجبره ان هي تكسبك فلوس، مش مجبره يعني ان هي تحاسب لك انت على فلوسك، تخش اللي تحافظ لك على فلوسك، تخش تلعب بمبلغ تدولك الضعف او الضعفين. لا يا باشا، انت حضرتك عايش في الخيال، حضرتك عايش في الخيال. هنا في مبرمجين العاب بتاخد فلوس، اصحاب برمجوت بتاخد فلوس، اعلانات بتاخد فلوس، اصحاب الشركه بتاخد فلوس. لما كل دول بعقلك كده افهمها بعقلك عقلها، لما كل دول تمام شغالين والطياره هتكسبك انت، امال دول هياخدوا فلوس منين؟ هياخدوا شغلهم منين؟ ما هو انت كده انت برضو فايتك النقطه زي كده، لازم تفهمها وتعرفها القصه. بص شوف اللي بيحصل قدامك، انا مش بفتي ولا بقول لك كلام من عندي، انت لما بتلعب بيحصل معاك كده، انت لما بتلعب بيحصل معاك كده، بتستنى حضرتك الطياره تعلى وبعدين تدخل، تمام، بتبقى ضربه مرتين ثلاثه، بتعلى 3 4 مرات، تقول لا خلاص كده تضرب قريب، فانت تروح ما تدخلش تلاقي الطياره علت، انت حضرتك دخلت دلوقتي مستنيها. يا باشا لازم تفهم ان الطياره والروبوت اللي موجود في اللعبه مش اهبل زي ما انت متخيل يعني، ولا سايبك تحسب. هو عايز يكسبك هيكسبك، بس لما يكسبك عارف هيجيبك ازاي،
وعارف هيغريك ازاي وعارف نقطة ضعفك ازاي. فطبعا نصيحة، انا مش هقول كل اللي عندي مرة واحدة كده، هجيبه لك تدريجي علشان تقدر تركز وتفهم، هجيبه على اكتر من فيديو. تمام، هكتفي بالفيديو بتاع النهاردة كده عشان الفيديو ما يطولش بس، وهعمل لك فيديوهات تانية كتير اوعيك فيها عشان تاخد بالك من فلوسك ومن مالك ومن نفسك ومن كل حاجة تخصك. شايف البلاوي السمرة؟ تمام يا اخويا، سلام يا احلى رجالة، متنسوش تعملنا لايك في الفيديو.